طيب من وقتها انطلقوا. ننتقل بقى لكابتن ايمن الكاشف، ويمكن كانت مفاجاه ليا من شويه، قال لي انا من المنيا. طبعا. وما اعرفش انا المعلومه لا دي. لا لا لا، وحتى كنا بنتكلم على نادي المنيا زمان واسماء اللي كانت موجوده وفي ماي ايلاند. ها؟ ماي ايلاند. منطقتك. قول لي، طب احكي لي قصتك بقى في التعليق، ويعني بدايتك كنا في المنيا. هو بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، يمكن انت احسنت البدايه، المدخل. هو المدخل فعلا بدا من المنيا. المنيا اشتغلت في القناه السبعه. الكلام دوت من سنه 97. فكان ليا صديق ليا، طبعا الناس في المنيا طبعا عارفه بعضها. اشتغلت ايه في القناه السبعه؟ لا دي قصه طويله. الناس طبعا في المنيا عارفه ان انا كنت بلعب كوره، وكنت في فريق نادي المنيا وكابتن نادي المنيا، وبعد كده انتقلت للنادي الاهلي. قعدت يا دوب سنتين ورجعت بعد كده. على مستوى الفريق الكبير ولا ناشئين؟ ناشئين، وبعد كده النادي الاهلي 19 و20، ورجعت تاني المنيا درجه اولى، بس بعد كده ما كملتش. يعني ما كانش ليه؟ والله انا كان ليا هدف ساعتها، والهدف ده كنت مرسمه من وانا طفل صغير. طفل صغير كان هدفه ان هو يبقى يفضل موجود في نادي المنيا لغايه لما اوصل لمرحله الجامعه، ثم انتقل الى النادي الاهلي، ويبقى النادي الاهلي بوابتي ان انا العب في منتخب مصر. ده حلم الطفوله. اتحط. لا، حلم الطفوله اتحقق زي ما انا رسمه وانا طفل صغير عندي 10 سنين. ايوه. بالفعل حصل بالفعل زي ما انا كنت راسم بالظبط. تدرجت في فرق الناشئين في المنيا، ورحت الاهلي حضرتك قلت، وبعد كده رحت الاهلي بعد ثانويه عامه وفي اولى جامعه وثانيه جامعه، وحصل ظروف بقى استثنائيه. ظروف استثنائيه. طيب ما حلمتش لا لا لا، ما كانش لسه عايز الاهلي وعايز منتخب مصر. لا 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 لا، كان لسه ما فيش احتراف. كانش فيه ده كان سنه 88 89 و89 90، دول السنتين اللي انا كنت فيهم في النادي الاهلي. كان لسه الكابتن الجوهري رحمه الله عليه كان لسه بيبدا الاحتراف، بيبدا فكره الاحتراف، ومحدش فاهم يعني ايه احتراف اصلا. صح، واخد بال حضرتك؟ كان اللاعب بيبقى في ناديه حتى لما يعتزل، وهو زي ما بيقولوا كده خلاص بيبطل، لكن ان هو ينتقل من نادي لنادي ده كان حدث استثنائي. أيوه. لم يحدث. أيوه. الا على اصابع الايد الواحده.